ممنوع ممنوع تقرب على الجدار، والله إن ثاني ما قربنا، وحتى بنسرق في الزيتون سرقة. إحنا بيت عوا الجدار حشرنا، ما نقدرش نشد زيتوننا. حكونا معاكم واحد 11 تبلشوا تشد زيتون، واحد 11 متى بدنا نلحق نشد زيتون؟ كان الوضع غير. رحنا نشد على خلت الحريبي امبارح طردونا. احنا اليوم في جرون، باب دورنا قاعدين بنشد وبنترقب في اي لحظه يجينا الجيش ويطردونا. الزيتوني زي ابني. شايف ابني الصغير المدلل؟ الزيتوني زيها. يعني بفرقش بين الزيتوني وبين ابني. كيف يوم انهم يجي ياخذوا زيتونتي كانهم اخذوا ابني. فما بالك لما يجي يهودي ويقطعها ويصير معاه شرخ بقطن فيها ويخليها خشبي. الجدار قسم الارض من النص، عقب الزيتون لورا واحنا والباقي لقدام. بيجيك يعني يا بطخوا عليك بالغاز يا بطخوا رصاص، بيمنعوك انك تقف ارضك. وهم بيبدوا يفكروا انه هاي مش ارضنا، هاي ارضهم، عشان هيك بيحاولوا انه باي طريقه يمنعونا من الارض. جاني وراحت، صارت خرابه هالحين، لان ممنوع نصلها، ممنوع نعتني فيها، ممنوع نحرث، ممنوع نسوي اي شيء فيها. هو الارض اللي لا بتنحرث ولا بندار بالها هي بتسوي؟ احنا مرابطين في هذه الارض الى يوم الدين. كفى